وحول هذه المناسبة معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. مساء الخير سعادة الأستاذة هالة، وبداية تهانينا لكم بيوم المرأة البحرينية، ونبارك لكم ختام موسم عمل ناجح تم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة الدبلوماسية على مدى الأشهر الماضية وصولا للأول من ديسمبر. هل من كلمة تريدين توجيهها بهذه المناسبة؟ الله يبارك فيكم أختي، وكل عام وانتو والبحرين وأهلها بخير ورفعة وتقدم دايم. ويوم المرأة البحرينية له نكهة الخاصة، فهو باكورة أعياد البحرين المجيدة، ويوم من أيام البحرين الخالدة كما يصفه صاحب الجلالة ملك البحرين المفدى حفظه الله ورعاه. ونحيي المرأة البحرينية في يومها المبارك في كل مواقع العمل والخدمة الوطنية والأسرية، واللي نعتبره الحقيقة خير فرصة لتجديد عهود البذل المخلص ولتقديم الأفضل وكما تستحقه بلادنا العزيزة. وبالنيابة عن المجلس الأعلى للمرأة، ودي أشكركم شكر خالص كطواقم عمل في إذاعة وتلفزيون البحرين على تحضيراتكم المتميزة لهذا اليوم، وفي مقدمتكم الأخ الكريم سعادة وزير الإعلام المتابع بشكل شخصي لكل تحضيرات الاحتفاء بالمناسبة الشكل اللائق بها، فشكرا لكم جميعا. واجب. نعم أستاذة هالة، تابعنا كما تابع الجميع باهتمام ما جاء في تصريح صاحبة السمو الملكي من مضامين تجدد التأكيد على مكانة المرأة البحرينية في الفضاء الوطني الذي لا سقف لطموحاته. هل من تعليق على ما تفضلت به سموها؟ نعم، تصريح سموها حفظها الله جاء منبثقا من نهج أصيل تلتزم به شخصيا وتحرص عليه، وهو أن ينسب الفضل لأهل الفضل. ومن أهم ما جاء في رسالة سموها هو التوقير المستحق للمواقف الملكية السامية والدعم المتواصل واللامحدود لرفعة وتقدم المرأة البحرينية. وهذه الرعاية الملكية الحقيقة تشكل الركيزة الأساسية اللي مكنت المجلس عبر مسيرة عطاء بقيادة سموها، وهي رائدة النهضة النسائية الحديثة، ببلوغ مرحلة عمل جديدة تنهض فيها المرأة البحرينية بشؤونها وشؤون أسرتها ومجتمعها. وهذا أمر أنا لا أدعيه، إنما تؤكده المؤشرات الوطنية والتقديرات الدولية وكثير من الشواهد المادية بحسب ما نراه ماثلا أمامنا من نجاحات ميدانية يباركها ويساندها الرجل البحريني كما أشارت صاحبة السمو، وهو بكل فخر أهم عنصر في وصفة نجاح المرأة البحرينية. سموها أيضا حرصت على استذكار جهود فقيد البحرين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اللي كان لجهوده الكبيرة والمخلصة وخلال مسيرة عمل حافلة بالعطاء أن يضع أسس مشاركة المرأة المبكرة في عدد من المجالات. ثم جاء العهد الزاهر بقيادة العاهل المفدى بتطلعاته المتجددة والحداثية ليؤذن لمرحلة عمل جديدة ولنقلة نوعية نشهد فصولها اليوم بكل وضوح، وطبعا بمساندة وتنفيذ دقيق ومهني وعصري وبرؤية تجمع بين عراقة البناء وأفق التحديث والتجديد يعمل على تحقيقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأعانه. ولا نملك في الواقع أمام كل تلك الرعاية والاهتمام من قبل القيادة السياسية إلا أن نكون جميعا كنساء بحرينيات على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وبالبناء على عطاء المرأة البحرينية الممتد في عمق تاريخنا ومن هذا الفضاء الوطني الرحب الذي لا حدود لسقفه كما أشرتم في سؤالكم. نعم سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، نبارك لكم مرة أخرى ونبارك جهودكم في المجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك. قرأت، تعلمت، شاركت، شعار مضى على انطلاقه 12 عاما، وهو عنوان لمناسبة وطنية تحتفل بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، حيث ما زالت تزداد وهجا وألقا وأهمية عاما بعد عام في ظل دخول المرأة البحرينية مجالات حيوية جديدة وتمكنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها والدفع قدما بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية.
ونظرا لما لمناسبة يوم المرأة البحرينية من أهمية كبرى، فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى برعاية الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية في شهر ديسمبر عام 2008، وكان شعار هذا اليوم 80 عاما من التعليم النظامي والإنجاز. وفي العام 2009 جرى الاحتفاء بالمرأة في القطاع الصحي تحت شعار المرأة والأمن الصحي قابلة ممرضة وطبيبة، وتوالت إنجازات المرأة عاما وراء عام. ففي يوم المرأة البحرينية 2010 تم اختيار موضوع العمل التطوعي للمرأة، وذلك تقديرا لمسيرة حافلة بالعطاء للنساء البحرينيات الأوائل اللواتي بدأن مسيرة العمل التطوعي. وفي العام 2011 تم اختيار التمكين الاقتصادي للمرأة موضوعا ليوم المرأة البحرينية، وإطلاق امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة، وافتتاح معرض رائدات الأعمال الشابات. ولأن إنجازات المرأة البحرينية لا حدود لها، فقد تم تخصيص يوم المرأة البحرينية 2012 للاحتفال بإنجازاتها في المجال الرياضي. أما في عام 2013 فقد وقع الاختيار على أن يكون عمل المرأة البحرينية في المجال الإعلامي موضوع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة في مجال الإعلام. وفي العام 2014 جرى الاحتفاء بالمرأة في المجال العسكري نظرا لما حققته المرأة البحرينية على مدى 40 عاما من إنجاز في السلك العسكري بمختلف قطاعاته الخدمية والمتنوعة. في العام 2015 جرى تخصيص يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي تماشيا مع الإنجازات العريقة التي حققتها المرأة في هذا القطاع، وبقدرتها على الإسهام بفعالية في تكريس دور البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد. وفي العام 2016 أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص مناسبة يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، حيث نوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها، لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدما في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي. ونظرا لما قدمته المرأة البحرينية من عطاءات مهمة في المجال الهندسي على مدى قرابة 40 عاما الماضية، جرى تخصيص عام 2017 للاحتفاء بها في هذا القطاع. وفي مطلع العام 2018 أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، والتي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي. وجاء اختيار هذا المجال تزامنا مع مرور ما يقارب 20 عاما على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاما على دخول المرأة المجالس التشريعية والبلدية المنتخبة. وفي العام الماضي 2019 خصص المجلس الأعلى للمرأة مناسبة يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، وذلك تزامنا مع مرور 100 عام على بدء التعليم النظامي في البحرين. وفي هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي احتفاء وتقديرا بمنجزاتها وجهود منتسبيها. إن تخصيص يوما للاحتفال بإنجازات المرأة البحرينية في كل المجالات هو استحقاق وتقدير لعطائها المتميز ولدورها المتفاني في مختلف القطاعات والمجالات، والتي تحققت عبر التشجيع والدعم والاهتمام وخلق الفرص الحقيقية لمشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء وتنمية المملكة وبناء البحرين الحديثة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.